انا بنتي ما غتجوش بشي واحد فقير. هذه هي الجمله اللي قال بيل غيتس في واحد المؤتمر ديال لا فينونس في الميريكان. ملي طرح عليه واحد السيد سؤال قال له جيسي بيل غيتس نسولك سؤال، قال له ايه سولني ما كاين حتى شي مشكل. قال له الله يخليك انت دابا اغنى راجل في العالم، ياك بنتك هالعار تخليها تجوج بشي واحد على قد الحال مسكين فقير؟ قال له لا انا بنتي ما تجوجش بشي واحد فقير. الاخر تشوكا لا سال تشوكا ويلي كيفاش سيد مسك عليه الله وسيد دار لاباس وسيد عنده الفلوس ما يعطيش لبنته شي واحد مسكين على قد الحال؟ نحسبهم بحال هكا. قال لهم بلاتي بلاتي خليوني نفسر لكم بعدا اشنو بغيت نقصد بنتي ما تاخذش واحد فقير. قال لهم اسيادنا الا جيت نقول لكم بما الناس اللي هما كيربحوا في اللوطو كتعرفهم كيكونوا بعض المرات شي وحدين ربحوا 100 مليون مليون 10 مليون ديال الدولار، والا مشيتي ضربتي عليه عام اولا عامين ولا 3 سنين عظم الله اجرك كتجي كتلقى عاوتاني جالس على الدص ولا عاود مزلوط. الريال الكحل ما كيكسبوش اي بورتون طاحوا بين يديه مليون ديال الدولار ولا 100 مليون ديال الدولار. عرفتي علاش؟ حيت فقير. هذاك السيد غير كان عنده الفلوس ما هو شي غني، غير فقير. واللي فقير كيبقى فقير مغير الا ولا من الصنف الثاني. واش كنقول لكم انا بالصنف الثاني؟ الصنف الثاني هو شي واحد اللي هو غني. شكون هما عند بالي انا اللي كيجوني الناس اغنياء؟ قال لهم الناس اللي هما باغ اكزومبل لي زونتربرونور لي مقاولين. المقاول مسكين الزغبي ما يكسب ما يعلم، جيبو خاوي ولكن غني. علاش؟ حيت فهم بما عنده شي حاجه سميتها الطموح خدام عليه، عنده شي حاجه سميتها المثابره خدام عليها، عنده شي حاجه سميتها الاحلام خدام عليها. نهار ما طروا كيصرت في الكتوبه ايوا انا فا انا فا انا فا قرا قرا يلا سير ديبلوم الاولاني الثاني الثالث. هادوك كنحسبهم اثرياء. دونك ما غنعطيش بنتي لشي واحد اللي هو فقير. وزيدون غنقول لكم واحد القضيه واحده اخرى، الفرق ما بين شي واحد اللي هو غني وفقير. الفقير كيبان لك نهار ما طروا كينقر، كينقر على الدوله، ينقر على السلطات، كيكره الناس اللي عندهم فلوس. نهار ما طروا يقول لك هذاك شفار، هذاك مخلويد، هذاك فاعل، هذاك تارك، مالوش عنده الفلوس اللي عنده علاش ما يقسمش معانا حنا الناس الضعفاء؟ دائما كيكونوا كيطمعوا في الناس الاخرين اللي غيعطيهم فلوس باش يديروا لاباس. الناس اللي السيد اللي هو غني كيقول شوف انا عطيني جوج الحوايج، يا ربي تعطيني غير الوقت والعمر والصحه وتعطيني القرايه وهاد اللهفه اللي فيا شوف نوصل نوصل ان شاء الله. هذا علاش انا بنتي اونكوغ اون فوا ما غنعطيهاش لشي واحد فقير. باش كملها وجملها ليهم قال لهم اجيو اجيو بعدا نقول لكم واحد القضيه. وهادشي ماشي انا اللي كنقولها، شوفوا الاحصائيات في البلدان كاملين 90% ديال الناس اللي معمرين الحباسات معمرينهم غير الفقراء. فقراء ماشي ما عندهمش الفلوس، فقراء هنا حيت ما عندهمش القابليه باش يكونوا راسهم باش يمشوا في الاتجاه اللي هو باش يبنيو الثروه ديالهم. اش كيديروا نهار ما طروا ما كيجريسوا في عباد الله باش ياخذوا لهم الثروه ديالهم حيت ما قادينش هما براسهم يبنيو الثروه ديالهم. قال لهم من دابا غنسمعكم كتقولوا لا وكل واحد ماشي هذا مزيود في خرقه بيضاء وهذا عنده الزهر وهذا ما عندوش الزهر. قال لهم لا 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 بلاتي قبل ما تناقضوا معايا وتبداو تدخلوا في سينو جيم وهذا خليني نعاود لكم واحد القصه ديال واحد السيد كنعرفو انا. قال لهم هاد السيد كان خدام في البنكه من هذوك الناس اللي كيهزوا الفلوس، عرفتيهم الناس اللي كيمشيو من المحلات التجاريه وكيهزوا الفلوس سيكاند الفلوس باش كيديهم للبنكه يحطوهم. واحد فيهم المهم طيح صاك، جا هو شافو كان بامكانو يهزو ويخبعو ويخليه، هزو داه للمدير قال له سيدي هذا راسك لقيناه طايح ما عرفناش ديال من، ولكن راه يمكن الناس اللي قبل منا هزوه وطيحوه الله يعلم هاك. بداو عليه الناس ويلي ويلي على بال يا على فتاق يا معدل ربي فيك يا المزلوط جابك ربي الفلوس تال عندك ما عرفتي ما دير بهم. قال لهم لا 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 الفلوس الحرام ما نقيسهمش دوك عنده مبادئ. قال لهم بيل غيتس انا هاد السيد كنحسبو كشي واحد ثري وغني بزاف حيت غير الفلوس اللي ناقصينو، حيت الناس اللي اثرياء الفلوس ناقصينهم ما كيلقاو الحل وكيلقاو المجال باش يديروا بلاصتهم. وهذا السيد ماشي بعيد قال بما بقوه المثابره اللي كانت فيه وبقوه الاخلاص اللي كان فيه المدير طلعوا من غارديان ديال الفلوس، طلعوا الريسبسيونيست من الريسبسيونيست، طلعوا الشيف دو سيرفيس من الشيف دو سيرفيس، طلعوا المدير تبقى طالع طالع طالع. قال لهم اللي بغيت نقول لكم انا بنتي ما غتجوش بسيد فقير حيت الغنى او الفقر دابور مساله الدماغ ومساله القلب. اللي غني غني هنا وغني هنا
وعاد غني في جيبه، واللي فقير راه فقير هنا وفقير هنا وعاد فقير في جيبه. ودابا فريمون بيني وبينكمش الرحم اللح، الا جيتو تكونوا صريحين وما عندكمش مرايه في الدار ديال الخشب، سيتادير كتشوف راسك وكتشوف راسك زي بصح، شنو هما الحوايج اللي انت حاس براسك غني فيهم، وشنو هما الحوايج اللي انت حاس براسك فقير فيهم وخاصك تخدم على راسك؟ شنو باغي نعني؟ ماشي غير من ناحيه الفلوس، فلوس، العلاقه الزوجيه، العلاقه مع الدراري، مع الخدمه، مع ولا بالذات الا جيتي تشوف راسك هكايا في المرايه ولا كانت المرايه ديالك ما هي شي ديال الخشب، غتلقى شي حوايج، حيت الكمال لله. واللي جاوبني قال لي لا انا ما عندي حتى حاجه خاصني نصلحها كذاب، حيت انا براسي مازال عندي هكا ديال الحوايج اللي كنخدم عليهم، اللي حاسه براسي عندي فيهم شي نقص، شي فقر اللي خاصني نخدم عليه باش نزيد القدام. كانت معكم ناهد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.